يقولون إن الحب أنواع، فهناك حب القلب وهو أن يخفق قلبك لرؤية أحدهم وصورته وشكله وتتألم لبعده وقسوته، وهناك حب العشرة وهو أن تعتاد على إنسان تعيش معه فتأنس له وتجمعكم التفاصيل الصغيرة واليومية، وهناك حب الروح وهو أشرس أنواع الحب وأندرها وأقواها وأصعبها، فهو يأسر قلبك وروحك ووقتك وتفاصيلك فلا خلاص منه ولا نهاية ولا ارتواء. هذا النوع لا عقل فيه ولا منطق، ولا يقتله هجر ولا بعد ولا حتى قسوة، ولا تضعفه المسافات، فأعان الله كل مبتل به.